سرنا ونجوانا السر. يعلم الله عز وجل سرك، كيف تقضيه؟ صم صيام تطوع نافلة لله عز وجل. إلا الصوم فإنه لي، لما تمشي أمام الناس ترى ما حد يدري أنك صائم، لما تجلس في البيت ما حد يشعر أنك صائم، لما تصلي في الجماعة ما في إنسان يعلم أنك صائم. ولهذا الصوم من أفضل العبادات، لأنه سر بين العبد وربه، سر لا يشعر به أحد. ألم نسمع بالحديث سبع يظلهم الله؟ من يعني أعظم مؤشرات الصفات السبعة أنهم مخلصون. ومن علامة الإخلاص رجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. من فينا يفكر يتكفل بيتيم أو بأرملة أو بفقير والفقير لا يعلم من هو، يوصل له المال سرا أو يوصل لهذه الأرملة مالها سرا وهي لا تعرفه ولا يعلم به أحد؟ من منا يفعل هذا؟ قل إني أمرت أن أعبد الله، أعبد الله مخلصا له الدين. في البيت مو أمام الناس في المسجد، في البيت اجعل لك أوقات تفتح فيها المصحف تقرأ فيها القرآن، ترفع يديك في البيت. من يفعلها؟ الناس في المسجد ويا الله، أما في البيت ما يفعلها إلا المخلصون. كان السلف رحمهم الله يقوم أحدهم في الصلاة بجنب صاحبه أخيه يبكي تدمع عيناه ولا يشعر به من بجواره. شوف السر، شوف الإخلاص. ينام مع زوجته على وسادة واحدة تدمع عيناه ولا تشعر به زوجته. هذه العبادة، والعبادة الإنسان اللي فقط أمام الناس نشيط ويصلي ويذكر الله ويقرأ القرآن، لكنه إذا سافر لا يفعل شيء من هذا. إذا جلس في البيت القضية مو يعني أحد الصالحين رؤية يضحك، قيل له أنت الحين العابد اللي الناس تتكلم عليك وتضحك؟ قال إنما هو يعني في الليل في الظلمات أو في آخر في الخلوات. القضية ليست القضية أمامك أبكي ولا أمامك يتظاهر بالزهد. ولهذا عمر لما رأى أناس يطاطئون الأعناق يتظاهرون بالخشوع قال إنما الخشوع بالقلب. ليس الخشوع أن تتظاهر أمام الناس أنك ترفع الصوت بالبكاء أو تطأطأ الرقبة أو تفعل هذه الأفعال، لا، القضية في العبادة في السر. هل خلوتك مثل جلوتك؟ هل سرك مثل علانيتك في العبادة؟ هنا السؤال وهنا العبرة. أبو بكر خليفة رسول الله، أبو بكر أمير المؤمنين، أبو بكر الحاكم، أبو بكر أعبد الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو بكر فكر بفكره كيف يتعبد ربه سرا. وجد أرملة عمياء حسيرة كثيرة في ناحية المدينة في بيت قديم لا يشعر بها أحد، فعاهد ربه كل يوم يذهب إليها يصنع طعامها، يكنس بيتها، يحلب شياهها. من يدري عن أبي بكر؟ هذا السر بين العبد وربه، هذا الذي ينفع يوم القيامة، هذا الذي يعني يمكن يدخلها الجنة. قد ما يدخل الإنسان الجنة بعض الأعمال الظاهرة، لكن هذه الأعمال لأنها أحرم تكون خالصة.